بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه هي المحاضرة الخامسة والأخيرة من مادة التوثيق ومصادر المعلومات في العلوم الاجتماعية، وسوف نستعرض في هذه المحاضرة توثيق مراجع المعلومات أو مصادر المعلومات بشكل مباشر في قائمة المراجع أو في تقرير البحث، سواء في البحث في نهاية البحث أو في تقرير البحث. وسوف نتحدث عن بعض البيانات الببليوغرافية المفقودة، وكيف نسجل مثل هذه المصادر أو نوثقها، بالإضافة إلى التعرف على أسلوب APA في توثيق مصادر المعلومات، كذلك القواعد العامة في توثيق مصادر المعلومات. بسم الله نبدأ. توثيق المصادر في قائمة المراجع بنظام APA، و APA هي اختصار لجمعية علم النفس الأمريكية، وهي في الأساس عبارة عن تنسيق كتابي للأوراق البحثية الأكاديمية، بحيث يعمل على تنظيم النصوص في ورقتك البحثية بإيضاح حجم الخط ونوع الخط والتباعد بين الأسطر في الأجزاء المختلفة من النص، وكذلك يحدد لك مسافات الهوامش على جانبي الصفحة وما إلى ذلك من التفصيلات التي تحتاجها عند كتابتك لبحثك بشكل نهائي لتقديمه للجنة المناقشة. إذن يقدم قواعد واضحة حول كيفية تنظيم النصوص في ورقتك البحثية، ويظهر لك كيفية الاستشهاد بالمعلومات التي جمعتها من مصادرك، بحيث يبين لك طريقة الاقتباس وضوابط الاقتباس وما إلى ذلك. هذا هو أسلوب APA في توثيق مصادر المعلومات. إذن APA اختصار لجمعية علم النفس الأمريكية، وهي في الأساس عبارة عن تنسيق كتابي للأوراق البحثية الأكاديمية، يظهر لك كيفية الاستشهاد بالمعلومات التي جمعتها من مصادرك المختلفة، بالإضافة إلى أنه يقدم لك قواعد واضحة حول كيفية تنظيم النصوص في ورقتك البحثية، مثل نوع الخط ومقاسه ومسافة الهوامش على جانبي الصفحة. نأتي إلى القواعد العامة في توثيق مصادر المعلومات. هناك قواعد عامة في توثيق مصادر المعلومات لابد أن تأخذها بعين الاعتبار. أولاً، حذف الألقاب العلمية للمؤلفين، فلا تكتب قبل اسم المؤلف مهندس أو دكتور أو معالي وما إلى ذلك، ولا حتى تضع الرموز الحرفية التي تشير إليها، مثل الهمزة لأستاذ أو الميم لمهندس أو الدال لدكتور. إذن حذف الألقاب العلمية للمؤلفين في قائمة المصادر. ثانية قاعدة، التأكد من ذكر أرقام الصفحات، وهذا ضروري جدا، ورقم الصفحة يوثق في قائمة المراجع بعد كتابتك لجميع البيانات الببليوغرافية للمصدر، ثم تفتح قوس وتكتب صاد وتضع رقم الصفحة التي بدأت بها شرطة، ثم صاد وتضع رقم الصفحة التي انتهيت إليها، ثم تغلق القوس وتضع نقطة كانتهاء طبعا لفقرة التوثيق. ثالث قاعدة، وهي لتكرار المصادر المشتقة منها المعلومات بشكل مباشر، يستخدم الباحث العبارة الآتية بالعربية، وهي ما هي العبارة؟ العبارة المستخدمة هي نفس المصدر، تفتح قوس وتكتب نفس المصدر، أو أن تكتب ebay.ph
في اللي هي الصفحة دات 20 رقم الصفحة، هذا بالإنجليزية طبعا، هذا بالإنجليزية. لإيضاح النقطة هذا بالنسبة لي تسجيلك لنفس المرجع للإنجليزية. نأتي إلى تكرار المصادر. في حالة تكرار المصدر بشكل غير مباشر، تستخدم العبارة الآتية بالعربية. أولا اسم المؤلف، ثم نقطة، وتكتب مصدر سابق، ثم تضع أرقام الصفحات من وإلى كما تظهر أمامك الآن في المثال. وبالإنجليزية أيضا كما وضع أمامك الآن التوفيق. طبعا عندما تكتب مصدر سابق تكتب صاد صاد كرر الصاد بالعربية، وبعض المحكمين لا يدققوا في هذه النقطة كثيرا. طبعا في بالإنجليزية تكتب نفس الطريقة، لقب المؤلف، ثم تسجل مصدر سابق of site، طبعا هذه اختصار لكلمة المرجع السابق. إذا هذا في حالة تكرار المصدر بشكل غير مباشر، كان يكون اقتباس في المرة الأولى، يكون اقتباس مباشر في المرة الثانية، مثل اقتباس غير مباشر أو فكرة مثلا من نفس المرجع. القاعدة التي تليها وضع الإشارات والتنقيط في المصادر والاكتفاء بأقل ما يمكن من الإشارات، لا تكثر من الإشارات والتنقيط. طبعا تحدثنا عن الإشارات والتنقيط وهي المقصود بها علامات الترقيم، تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة، وذكرنا الأهم والأغلب والأكثر استخداما في المراجع العلمية أو في البحوث، عفوا في البحوث العلمية. الإشارة إلى المصادر المذكورة داخل مصادر أخرى مثل ذكر في القنديجي. إذا لابد من أن تشير إلى المصدر الذي رجع إليه الباحث، تشير إليه عندما تكتب في النص، تكتب في النص ذكر أو ذكر القنديجي، وتكتب النص المقتبس، ثم في نهاية النص المقتبس أنت كتبت في المتن المؤلف الأساسي، ثم عند التوثيق تكتب توثيق الباحث نفسه، صاحب الكتاب الذي رجعت إليه أنت. أتمنى أن تكون وضحت الفكرة. الكتاب الذي استعنت به اسم مؤلفه مختلف، هذا المؤلف اقتبس من كتاب القنديجي. تكتب أنت هذا الاقتباس، تكتب ذكر القنديجي كذا، ثم في نهاية هذا النص تكتب المرجع الأساسي الذي استعنت به أنت، وهو المؤلف الثاني. اقتباس المعلومات حرفيا أو الاستفادة منها وإعادة صياغتها، التي تحدثنا عنها في جزئية الاقتباس. ذكر المصادر في حاشية الصفحات بعد إعطاء رقم لها في المتن ورقم مماثل في حاشية الصفحة، أو جمع المصادر بترتيب هجائي في نهاية البحث أو الفصول. كذلك تحدثنا عن هذه النقطة في عند حديثنا في المحاضرة الأولى عن الهوامش وطريقة أو ضوابط الهوامش وطريقة كتابتها. هذا بالنسبة لي القواعد العامة المستخدمة في توثيق مصادر المعلومات. نأتي إلى التوثيق بشكله النهائي في قائمة المراجع. أولا نبدأ بتوثيق الكتب، والكتب على أكثر من حال، كتاب لمؤلف مؤلف واحد، أو كتاب لمؤلفين أو أكثر، أو كتاب مجهول المؤلف،
أو كتاب بدون تاريخ، هذه طبعا من بيانات البيبليوغرافية المفقودة، أو عدة أعمال لمؤلف واحد وطريقة ترتيبها، وكذلك كتاب من تأليف منظمة أو جمعية، وكذلك كتاب في طبعة غير طبعته الأولى، كذلك طبعة منقحة أو مزيدة لكتاب، أو مؤلف من عدة مجلدات. المؤلفات سوف نتناولها الآن. الكتب، أولا كتاب لمؤلف واحد، تبدأ بالاسم الأخير كالمثال الذي يظهر أمامك بالضبط، حتى في الفواصل والأقواس والنقاط. هذا طبعا طريقة جمعية علم النفس الأمريكية APA في توثيق مصادر المعلومات، وهي الطريقة المعتمدة كذلك في العلوم الإنسانية أو الاجتماعية. تبدأ بالاسم الأخير اللي هو اللقب، ثم الاسم الأول فاصلة، والاسم الأول ثم نقطة، تضع بين قوسين التاريخ، تاريخ الطبعة، ثم نقطة، ثم عنوان الكتاب، وبخط أسود غامق، لاحظ أبين لك نوع الخط، ثم تغلق القوس وتضع نقطة وتكتب بلد النشر، ثم نقطتين رأسيتين، ثم الناشر يعني دار النشر. أمامك مثال السميري، هذا لقب المؤلف أو المؤلفة، ثم فاصلة لطيفة بين قوسين العام اللي هو تاريخ النشر أو الطباعة، تاريخ الطبعة، ثم اسم عنوان الكتاب، ثم بلد النشر الرياض، عنوان الكتاب النماذج في بناء المناهج، الرياض، بلد النشر، نقطتين رأسيتين، دار عالم الكتب. كتاب لمؤلفين أو أكثر، الاسم الأول فاصلة، الاسم الأول للمؤلف الأول، عفوا الاسم الأخير، اللقب، الاسم الأخير للمؤلف الأول، ثم الاسم الأول للمؤلف الأول، ثم الاسم الأخير للمؤلف الثاني، ثم فاصلة، الاسم الأول للمؤلف الثاني، ثم نقطة، ثم التاريخ بين قوسين، وتكمل مثل طريقة توثيق الكتاب لمؤلف واحد، إلا أنك في هذه الحالة لتذكر لقب للمؤلف الأول، اللقب، ثم فاصلة، ثم الاسم الأول، ثم فاصلة منقوطة، ثم الاسم الأخير للمؤلف الثاني، ثم الاسم الأول. أمامك مثال الشافعي، فاصلة، إبراهيم، ثم فاصلة منقوطة، والكثيري، والكثيري، اللقب، ثم راشد والمؤلف الثاني، وسر الختم علي، هذا لثلاث مؤلفين. الشرح في النقطة الأولى لمؤلفين، وكذلك ثلاث مؤلفين تتبع نفس الطريقة، تكتب اللقب والاسم فاصلة منقوطة، اللقب للمؤلف الأول، ثم فاصلة الاسم الأول، ثم فاصلة منقوطة، ثم اللقب للمؤلف الثاني فاصلة، اللقب الاسم الأول للمؤلف الثاني فاصلة منقوطة، ثم المؤلف الثالث كذلك، اللقب، ثم فاصلة، ثم الاسم الأول للمؤلف الثالث، نقطة، ثم تكمل على نفس طريقة توثيق الكتاب لمؤلف واحد، التاريخ بين قوسين، نقطة قبله ونقطة بعده، ثم عنوان الكتاب، ثم مكان النشر أو بلد النشر الرياض، نقطة قبلها طبعا، ونقطتين رأسيتين، ثم دار النشر مكتبة بريطانيا. إذا هنا النقطة تحدثت عن أو بينت طريقة توثيق الكتاب لمؤلفين، والمثال طريقة توثيق الكتاب، بين لك طريقة توثيق الكتاب لثلاث مؤلفين. عندك كتاب مجهول المؤلف، إذا هنا عندي بيانات بيبليوغرافية مفقودة، عنوان الكتاب، نكتب عنوان الكتاب بخط عريض أسود غامق، يعني بخط عريض بين قوسين، ثم نقطة، قوسين نضع الطبعة اللي هي التاريخ، لا عفوا الطبعة الأولى أو الطبعة الثانية، تكتب طاء واحد أو طاء اثنين وهكذا،
ثم نقطة ثم التاريخ بين قوسين ثم نقطة بلد النشر نقطتين رئيسيتين النشر كما يظهر الآن أمامكم في المثال. ومثال على ذلك تعليم التعبير اللغوي للمبتدئين، المؤلف لم يذكر في هذا التوثيق، وضع نقطة وقوسين. الطبعة الثالثة التاريخ، تاريخ الطباعة أو تاريخ النشر عام 1992 نقطة، بلد النشر بيروت، نقطتين رأسيتين دار النشر، ثم نقطة كانتهاء للتوثيق، توثيق المرجع. طيب لدي كتاب بدون تاريخ، مثل ما وثقنا الكتاب لمؤلف واحد أو مؤلفين أو 3 مؤلفين أو أكثر، نكتب الاسم الأخير، اللقب، ثم فاصلة، ثم الاسم الأول، ثم نقطة، عنوان الكتاب، وبين قوسين عنوان الكتاب يكتب بخط أسود غامق، أيضا بخط عريض، عنوان الكتاب يكتب بخط أسود غامق، ثم بين قوسين الطبعة، طاء واحد أو طاء اثنين أيا كانت الطبعة، نقطة، بلد النشر، عندك مثال، ثم الناشر، قطب اللي هو اللقب، فاصلة، محمد، نقطة، عنوان الكتاب دراسات في النفس الإنسانية، نقطة، دار القلم وهي دار النشر، التاريخ تكتب ب ت بدون تاريخ، تكتب ب ت تشير إليها ب ب ب تاء. أيضا هنا بلد النشر مفقودة، تكتب باء نون بلد النشر، تضع بعد عنوان الكتاب نقطة، ثم تفتح قوس تكتب باء نون بدون نشر يعني المفقود، دار القلم، نقطة رأسيتين دار القلم. إذا تكتب بهذه الطريقة باء تاء بدون تاريخ. نأتي إلى عمل أو عدة أعمال لمؤلف واحد استخدمتها في بحثك، رجعت لأكثر من مرجع لمؤلف واحد، كيف تكون طريقة ترتيبها؟ حين تتعدد المراجع لمؤلف واحد يتم ترتيبها وفق التاريخ الأقدم فالأقدم، فإن تطابقا في التاريخ يتم الترتيب وفق عنوان المرجع، الترتيب الأبجدي الحرفي لعنوان المرجع مع إهمال التعريف بالترتيب وإضافة حرف هجائي بعد التاريخ مباشرة. مثل الاسم الأخير ثم الاسم الأول ثم التاريخ ثم تضع العنوان، نقطة، اسم المجلة. نقطة، تحدد المجلد بخط أسود غامق، ثم بين قوسين رقم العدد، ثم الصفحات، نقطة، ثم الصفحات، ثم نقطة تنهي التوثيق. هذا مثال يبين لك طريقة توثيق أكثر من مرجع لمؤلف واحد. لقب المؤلف المقوشي عبد الله، اللقب ثم الاسم الأول ثم التاريخ بين قوسين، فاصلة، تضع ألف كإشارة إلى أن هذا هو المصدر الأول الذي رجعت إليه، ألف ترتبها يعني ترتيب هجائي، ثم تكمل التوثيق كالطريقة التي وضحت سابقا في الشريحة السابقة،
قياس التفكير التجريدي حسب نظرية بياجيه لدى الطلبة الجدد الذين التحقوا بكلية التربية، ثم شرط جامعة الملك سعود الجهة الناشرة. في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي تكتب التاريخ من إلى العام كامل 1410-1409 وعلاقته ببعض المتغيرات، ثم تشير إلى المجلة ثم المجلد 4، ثم بين قوسين العدد 1 اللي هو العدد الأول، ثم عدد الصفحات من 1 إلى 21. ثم بعد ذلك المصدر الثاني لنفس المؤلف أو المؤلف الثاني لنفس المؤلف النقوشي عبد الله، ثم بين قوسين بعد التاريخ الهجري تضع فاصلة وتكتب باء. في المصدر السابق أو المؤلف السابق وضعنا ألف، ثم في المؤلف الثاني باء، ثم في المؤلف الثالث جيم، وهكذا، وتكمل بنفس الطريقة، طريقة التوثيق المعتمدة. نأتي إلى كتاب من تأليف منظمة أو جمعية. المنظمة تضع اسم المنظمة أولا، ثم نقطة بين قوسين التاريخ، ثم نقطة عنوان الكتاب بخط أسود غامق، دائما عنوان الكتاب مجلة بحث بخط أسود غامق، نقطة رقم الطبعة طاء 1 طاء 2 على حسب رقم الطبعة، بلد النشر نقطتين رأسيتين، الناشر نقطة كانتهاء لعملية التوثيق. مثال: الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، نقطة التاريخ العام تاريخ الإصدار 1425، نقطة تربية الأطفال، ثم رقم الطبعة، طبعا تربية الأطفال اللي هو عنوان الكتاب، ثم رقم الطبعة، ثم بلد النشر والناشر وهي جامعة الملك سعود، نقطة لانتهاء التوثيق. كتاب فيه طبعة غير طبعته الأولى، كما ذكرنا أو أول الاسم الأخير أولا، ثم الاسم الأول فاصل الاسم الأول، ثم التاريخ، ثم عنوان الكتاب بخط أسود غامق، ثم الطبعة وبلد النشر والناشر. طبعا الطبعة واختلافها سوف يكون واضح من رقم الطبعة بين القوسين في التوثيق العادي لأي كتاب، مثل بادي هذا اللقب فاصلة غسان نقطة 1982 اللي هي التاريخ، تاريخ المصدر، تاريخ الإصدار عفوا، نقطة إبستيمولوجيا تعليم اللغة العربية للناطقين باللغات الأخرى، الطبعة الرابعة، ثم دار النشر بلد النشر ودار النشر بيروت دار العلم للملايين. طبعة منقحة أو مزيدة، نبدأ بالاسم الأخير ثم الاسم الأول ثم التاريخ بين قوسين، ثم عنوان الكتاب بخط أسود غامق، تكتب بين قوسين نفس القوسين اللي تكتب فيها رقم الطبعة، تكتب طبعة مزيدة، لا تكتب رقم للطبعة، تكتب طبعة مزيدة، يعني نفس الطباعة ولكن أضيف إليها فصول أو أبواب إضافية، تكتب طبعة مزيدة، ثم تغلق القوس وتسجل بلد النشر والناشر. وهذا مثال يبين لك طريقة توثيق طبعة مزيدة، طبعة كتاب طبعا مزيدة. بعدي غسان تكمل طريقة التوثيق الطبيعية الروتينية التي تحدثنا عنها في الشرائح السابقة لأي كتاب، ثم بين قوسين مكان توثيق الطبعة أو رقم الطبعة، تكتب طبعة مزيدة، ثم تسجل بلد النشر والناشر بيروت دار العلم الملايين. مؤلف من عدة مجلدات، تبدأ بالاسم الأخير ثم الاسم الأول ثم التاريخ، بين الاسم الأول والأخير دائما فاصلة، وبين المعلومات البيبليوغرافية المختلفة نقطة، يعني الاسم نقطة، التاريخ نقطة، عنوان الكتاب نقطة، رقم المجلد
انت اقتبس او هو اقتباس، لا خيار اخر. اقتباس، انت اقتبست من مجلد، رقم المجلد، نقطة، عنوان المجلد بخط اسود غامق، دائما العناوين بخط اسود غامق، ثم بين قوسين نقطة طبعا، ثم الطبعة، ثم بلد النشر، ثم نقطتين رأسيتين الناشر. ليش بين بلد النشر والناشر نقطتين رأسيتين؟ لأنها متصلة، معلومات متصلة ومتعلقة ببعضها، الناشر وبلد النشر، تخص موضوع النشر. إذا البيانات المختلفة في التوثيق بينها دائما ما بينها نقاط. بلد النشر والناشر دائما نقطتين رأسيتين. المؤلفين المتعددين، يعني مؤلفين، مؤلفين لكتاب واحد أو ثلاث مؤلفين، بين كل اسم واسم توثيق للقب واسم، لقب واسم، فاصلة منقوطة. مثال لمؤلف من عدة مجلدات: وزارة المعارف، العام، التاريخ يعني 1423، نقطة، موسوعة تاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية في 100 عام، المجلد الأول نقطة، المجلد الأول نقطة، تراجم شخصيات نقطة، الطبعة اللي هو عنوان المجلد طبعا، رقم المجلد، المجلد الأول عنوانه تراجم شخصيات نقطة، طاء 2 اللي هي الطبعة نقطة، الرياض اللي هو بلد النشر. خلاص، النشر هي وزارة المعارف. مؤلف مؤلف ذو محرر، نبدأ بالاسم الأخير ثم الاسم الأول، بين قوسين محرر، تكتب بين قوسين محرر، الاسم الأخير إذن لقب المؤلف، ثم الاسم أو المحرر عفوا، هذا طبعا النوع، نوع المرجع أو المصدر، مؤلف ذو محرر، الاسم الأخير ثم الاسم الأول كالعادة، ثم بين قوسين تكتب محرر، ثم التاريخ وعنوان الكتاب بخط أسود غامق وبلد النشر والناشر. مثال: هاتمان جورج، بين قوسين محرر، محرر للمؤلف، للمؤلف عفوا، ثم التاريخ ومنهج البحث، العنوان منهج البحث التربية المقارنة وتحليل المناهج، نقطة، القاهرة، نقطتين رأسيتين طبعا، القاهرة بلد النشر، الأنجلو المصرية الناشر. مثال آخر: مولي ميشال، طبعا هذا مولي اللقب، ميشال الاسم الأول، أو هذا مولي، عفوا، مولي اللقب أو الاسم الأخير، ميشال الاسم الأول، نقطة، التاريخ، ثم العنوان، منهج الجوهري في تحليل المنهج المدرسي، في هاتمان جورج، بين قوسين محرر، نقطة، منهج البحث في التربية المقارنة وتحليل المناهج، ثم الصفحات، ثم بلد النشر، ثم دار النشر.
عندك رسالة علمية غير منشورة. رسالة علمية غير منشورة تبدأ بالاسم الأخير ثم الاسم الأول ثم التاريخ ثم عنوان الرسالة بخط أسود غامق ثم معلومات توضيحية ثم تذكر القسم ثم الكلية، يعني من الأخص للعام القسم ثم الكلية ثم الجامعة ثم اسم البلد. مثال على ذلك الكثيري سعود، يعني سعود الكثيري، لكن نبدأ باللقب الكثيري فاصلة سعود نقطة التاريخ ثم عنوان الرسالة مدى تحقيق أهداف تعليم النصوص الأدبية في المحتوى المقرر على طلاب الصف الأول الثانوي. إذن هذا عنوان الرسالة. ثم معلومات توضيحية، ستذكر رسالة ماجستير غير منشورة، هذه تسمى معلومات توضيحية، وقد تكتب مؤلف غير منشور أو مؤلف أو مخطوطة غير مطبوعة، مخطوط غير مطبوع مثلا. رسالة ماجستير غير منشورة، ثم تذكر القسم، قسم مناهج طرق التدريس، ثم الكلية، كلية التربية، ثم جامعة الملك سعود، ثم اسم البلد، مثلا في رأسيتين الرياض. هذا بالنسبة للرسائل العلمية غير منشورة، وسوف نكمل في المقطع التالي بإذن الله بقية أنواع مصادر المعلومات وطريقة سوف نكمل في المقطع الثاني طريقة توثيق بقية مصادر المعلومات على اختلافها.